من أشهر طرق الارتفيشال ليفت المستخدمة في حقول البترول وخصوصا في الأوفشور هو الجاز ليفت. الميكانيزم اللي بيتم بيها ببساطة هو إننا بنضخ غاز في الأنيولس، وبعدها يدخل التيوبينج عن طريق فالز عشان يقلل من كثافة الليكويد الموجود جوه التيوبينج، وبالتالي يقلل من البوتوم هول بريشر، وبكده كمية الفلويد اللي هتتحرك من الخزان للتيوبينج هتزيد. واللي كان مانع حركتها الباك بريشر المبذول عن طريق الليكويد اللي كان موجود قبل كده. في نوعين اساسيين من الجاز ليفت، الاول هو الكونتينوس، وفي النوع ده بنضخ الغاز باستمرار وبمعدل ثابت، وبالتالي البير يفضل ينتج طول الوقت بدون انقطاع. النوع ده بيستخدم في الابار اللي ليها برودكتيفيتي اندكس وبوتوم هول بريشر عالي. النوع الثاني هو الانترميتنت، وده عكس النوع الاول لانه بيتم فيه ضخ الغاز لكن مش باستمرار، بمعنى اننا بنستنى لحد ما كميه كافيه من الليكويد تدخل التيوبينج وبعدين نضخ الغاز عشان ننتج الكميه دي، ونستنى فتره لحد ما كميه كمان تتكون وبعدين نضخ الغاز وهكذا. النوع ده بنستخدمه في الابار اللي ليها بروتكتيفيتي اندكس عاليه وبوتوم هول بريشر قليل او العكس. اتكلمنا في بداية الفيديو ان الغاز بيدخل من الانيولوس للتيوبينج عن طريق الفالفز. في انواع كتير من الفالفز بنستخدمها في الاويل فيلد، وكل نوع منهم ليه الميكانيزم الخاص به. اول نوع هو البريشر اوبريتد فالف، النوع ده المتحكم الاساسي فيه هو الكيسنج بريشر، بمعنى ان الفالف بيفتح لما الكيسنج بريشر يزيد عن حد معين ويقفل لما البريشر يقل عنه. تاني نوع هو الفلويد اوبريتد فالف، والنوع ده بيتم التحكم فيه عن طريق التيوبينج بريشر، والفالف بيفتح لما الضغط جوه التيوبينج يزيد ويقفل بانخفاض الضغط ده. تالت نوع هو الثروتلينج فالف، والنوع ده مزيج من النوعين اللي فاتوا، بمعنى انه بيحتاج زيادة او نقصان في الكيسنج او التيوبينج بريشر عشان يفتح او يقفل. النوع ده يفضل استخدامه في الكونتينوس جاز انجكشن لان الكيسنج بريشر تقريبا بيكون ثابت طول الوقت، وبالتالي يكون المتحكم الوحيد في فتح او قفل الفالف هو التيوبينج بريشر. رابع نوع هو البايلوت فالف، النوع ده تم تطويره بسبب الحاجة لصمام ممراته واسعة وفي نفس الوقت فيه احكام على مرور الغاز. الصمام ده ليه ممرين، الاول صغير للتحكم الدقيق في الغاز، والتاني اوسع لتوصيل الغاز بكميات اكبر، وغالبا بيتم استعمال الصمام ده في الانترميتنت جاز ليفت. بيتم تثبيت الفالفز دي داخل السايد بوكيت ماندرل، وده عبارة عن طول هدفها الأساسي هو خلق مسار للفلويدز من الأنيولوس لداخل التيوبينج، وبنستخدم الكيك أوفر تول لتثبيت الفالف. ممكن نستخدم فالف واحد بس عند عمق معين، وفي الحالة دي بيكون اسمه سينجل بوينت جاز ليفت، أو ممكن نستخدم أكتر من فالف متوزعين على عمق معين في البير، وفي الحالة دي بيكون مالتي بوينت جاز ليفت. السؤال بقى إيه الإكويبمنتس التانية اللي بنستخدمها غير الفالفز في الساب سيرفيس للتحكم في الغاز اللي بنحقنه ده؟